الحمد لله على السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا بابا. هي زينات ما جاتش؟ انت سألت يا بنتي عليها 3 مرات، قال ورديتها مش دلوقتي. انت عاوزة منها حاجة؟ لا لا. طب يلا بينا بقى يا ماما عشان في تاكسي مستني تحت يروحنا البيت. ده الأستاذ فؤاد فضل لازق لنا لزقة راسه ألف سيف لازم يوصلنا، بس احنا قلنا له لا. مش لازم نتعب الناس معانا. لا ما هو الأستاذ فؤاد اليومين دول أصله غاوي تعب عشاننا شوية، مش زي عادته يعني. أنا مش فايقالك، قصدك إيه؟ ما قصديش. أنا كنت فاكرة همشي من غير ما أشوف. ده كلام؟ أنا جاية مخصوص علشانك تعبينا النهاردة. اتفضلي يا باشمهندس، اللي وصلتيني عليه امبارح ولا أخر؟ ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك. يا حبيبتي يا ماما، ربنا ما يحرمنيش منك أبداً. ولا منك يا قلب ماما. وأنت يا دكتور تعال. ربنا يخليك ليا. ربنا ما يحرمكيش من ولادك يا بنتي ولا من دخلتك عليهم. نورت بيتك الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك ليا ويديم رضاك عليا يا رب. وحشتوني. بابا الفطار جاهز. انا جاي اهو يا حبيبتي. يلا اتفضل. تسلم ايديكي. تسلم. مش رايحة الشغل النهارده ولا ايه؟ لا يا بابا. ليه يا حبيبتي انت عيانه لسه؟ لا انا كويسه قوي. امال ايه؟ انت اجازتك المرضيه خلصت من يومين وما رحتيش الشغل برضه، وكل ما اجيب لك سيرته التوتر يبان عليك. لا مفيش اي حاجه. توتر ايه؟ طب صرحيني يا بنتي، في حد ضايقك في الشغل عشان كده انت مش عايزه تروحي؟ يعني هيحصل ايه يا بابا في الشغل؟ شغل زي بقيه الشغل. اتفضل. ماما. نعم. انا هدخل انام شويه عشان عندي تدريب بالليل. والمذاكره؟ مالها يا ماما المذاكره؟ ما انا بذاكر. هذاكر لك درس العربي بعد ما ترجع من التدريب. ماشي. الو وصال. الحمد لله على السلامه. وحشتيني قوي قوي. الف مبروك حبيبتي. عامله ايه؟ ده انتي وحشتيني بشكل وحياة ربنا هتجنن عليكي. ده انا عندي انا في الطريق اليكي. كل ده حصل وانا مش موجودة. كل اللي يجيبه ربنا كويس. عشان كده ما تروحيش الشغل دلوقتي. لا اللي مخليني ما روحش الشغل انا خايفة مرعوبة. مرعوبة من ايه؟ من مندور. تاني مندور؟ ايوه. اتفق مع مقاول له عمارة في مربع سكني في الحي الجديد. أنا استلمت الشغل هناك. أول مرة أروح الحي ده كل قطع الأراضي شبه بعض والعمارات كمان شبه بعض. دخلت عمارة لقيتها مية مية، مفيش فيها أي مخالفات. كتبت التقرير بتاعي وقلت يا بنت روحي سلميه. فين المشكلة؟ وأنا ببص في الدوسيه لقيت فيه بيان ناقص، قلت روحي هاتي البيان بنفسك. برضو فين المشكلة؟ اكتشفت ان مندور والمقاول متفقين الاثنين مع بعض ومغيرين ارقام العمارات. والعماره اللي انا دخلتها وقلت ان ما فيهاش اي مخالفه وكتبت عليها التقرير اكتشفت انها مش بتاعه المقاول، والعماره الثانيه كلها مخالفات. يعني الاثنين طبخينها مع بعض عشان يودوني في 60 داهيه. يا نهار اسود. انا بقى لما اكتشفت كده كنت هقع من طولي، كنت هموت، اترعبت. انا تخيلي لو انا كنت سلمت الدوسيه ده هو للحي كان زماني انا رحت في 60 داهيه، كان زمانهم سجنيني. لا ولو العماره وقعت اعدام. يا نهار اسود. انا ناقصه اعمل ايه اوصل الحقين؟ هو احنا لو بلغنا عن مندور مفيش اي دليل ضده. ده مندور ده سحب مننا كهربا كتير قوي. مفيش قدامك غير حل واحد، وخصوصا انك هتبقي لوحدك. انا مش هبقى معاكي، انا هاخد اجازه بدون مرتب عشان خاطر الدكتوراه بتاعت رياض. الحل الامثل بقى ان انت تتنقلي تروحي اي قسم تاني. يا حبيبتي قدمت طلب نقل واترفض. خلاص نروح لرئيس الحي اخدك ونطلع للوزير. مندور برضو هيبقى له ناس في اي حي تاني يلبسوني مصيبه تانيه. انا مش ناقصه. وهو انت دلوقتي ما قدامكيش غير هو الحل ده، ده الحل الامثل. انت بقى عندك اي حل تاني؟ انا ما قلتش لحد في البيت اي حاجه. انا كل شويه اقول لهم واخده اجازه واخده اجازه واخده اجازه. هفضل اقول كده لحد امتى؟ هي دي فعلا مشكلة، بس أكيد لها حل. إيه اللي أنت بتقوله ده يا تامر؟ أنت متأكد؟
الكلام ده هو اللي انا سمعته من وداني، علشان كده قلت لك لازم نيجي هنا عشان نشوف حل في المشكله دي. حبيبتي يا ماما، تخيلي لو كانت اللعبه اللي عملها اللي اسمه مندور ده كانت مشي، كانت ماما جرى لها ايه دلوقتي؟ كانت راحت في داهيه. عندك حق. طب والعمل؟ العمل ان ماما لازم تسيب شغلها، تشوف لها بقى اي شغل تاني. شغل تاني فين؟ معرفش. بقول لك ايه، لو نكلم طنط وصاله ونشوفها تقدر تساعدنا في الموضوع ده ولا لا. بس خلي بالك ماما مش لازم تعرف اي حاجه عن الموضوع ده. انت معاك حق يا تامر، ماما فعلا لازم تشوف شغل تاني، بس مش عن طريق طنط وصاله. عن طريق مين؟ اوعى تكون زعلان من الكلام اللي انا قلته لك المره اللي فاتت يا تامر، انت عارف ان انا خايف على مصلحتك. لا يا دكتور انا مش زعلان ولا حاجه، بدليل اني جيت لحضرتك اهو اطلب منك طلب، يعني ارجو ان حضرتك ما تكسفنيش فيه. ايه هو الطلب ده يا تامر؟ يا ماما يا ماما، انت لسه ما جهزتيش ولا ايه؟ الراجل زمانه جاي. انا مش عارفه هو جاي ليه. يا ماما ما اعرفش، يا ماما هو قال ان هو عايز يزورنا، وبعدين يعني مش يمكن جاي يطمن عليك يعني كتر خيره، ويا خبر دلوقتي بفلوس بكره هيبقى ببلاش. اهو جه، انا هروح افتح له. روح روح. اهلا 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 خالد البيت. اهلا وسهلا. تفضل تفضل يا فندم. اهلا وسهلا، ده البيت نور. اهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاح. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا اهلا يا فندم. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفت ونورت. اهلا باشمهندس. اهلا وسهلا. تفضل تفضل استريح. عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله، انا متشكره قوي على زيارتك وسؤالك عليا في المستشفى. ده اقل واجب، انا بعتبر تامر زي ابني، ده غير ان ليكي معزه خاصه عندي. متشكره جدا. تحب تشرب ايه؟ لا مفيش داعي، انا مش هقعد كتير. معقوله برضو يا دكتور، اول مره تشرفنا وما تشربش حاجه. اهلا يا فرح. اهلا يا دكتور. الحمد لله، انا هخش اجيب لك عصير كوكتيل، انما ايه تحفه، انا اللي عامله بايدي. شكرا قوي. الحقيقة أنا ببني مصنع في 6 أكتوبر، مكان مخزن كبير كنت اشتريته وهديته عشان أبني المصنع ده، وإن شاء الله إن شاء الله المصنع ده هيبقى أكبر مصنع بيصنع أجهزة إلكترونية في مصر. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي، الله يبارك فيك. وكمان ببني في المنطقة السكنية مجمع إسكاني عشان تقيم فيه العمالة اللي هتشتغل في المصنع ده. يا سلام، عين العقل. متشكر يا عمي، وعشان كده أنا جاي لحضرتك عشان تبقي معايا في المشروع ده. أنا؟ أيوة، أنت مهندسة مدنية شاطرة وعندك خبرة كبيرة في الحي، وهلاقي مين أحسن منك يعمل لي تصميمات المجمع الإسكاني. أيوة بس أنا بشتغل. أنا عارف إنك بتشتغلي في الحي، مش هطلب منك إنك تسألي، بس في الأول ممكن تاخدي أجازة سنة من غير مرتب وتجربي الشغل معايا، ولو ما عجبكيش الشغل ممكن ترجعي لشغلك الاصلي في اي وقت. حضرتك فاجئتني الحقيقه بالعرض ده، فاجئتني. بس مفاجاه حلوه طبعا. ماما اصلح يا دكتور، زهقت قوي من شغلانه الحي دي، وطموح ماما كمهندسه اكبر بكتير قوي من شغلانه الحي. ولا ايه يا جدو؟ اللي تشوف والدتك يا بنتي. الحقيقه انا محتاجه وقت افكر. طب يا ريت ما تتاخريش عليا، عشان انا مستعجل ان انا ابتدي المشروع ده، وحضرتك ست عظيمه، وانا شرفني ان انا اشتغل معاكي في مشروع زي ده. طبعا عرض الدكتور خالد ده ما ينفعش يترفض، وما تساليش فيه تاني يا بنتي. زي ما هو قالك كده بالظبط، لو ما عجبكيش شغل ارجعي شغلك الاولاني. بصراحة مش قادرة أرفض العرض، أنا عندي مشاكل كتير قد كده. أصل أنتي بنت حلال والله، عشان كده ربنا وقعك في الراجل ده. أنا من بكرة هروح أقدم على الأجازة بدون مرتب ليا وليكي. طب إن شاء الله يا رب.